FM أحلى راديو عسلامة ومرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تو مدي 3-8 دقائق. هذه ألو FM سبيسيال سانتي باي ميد بوانت ان، أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه مواعيد على الإنترنت. موضوعنا اليوم ما هو التهاب الزائدة الدودية وإلا المسرانة الزائدة، وحاضر بحضنا الدكتور أمين مقني أستاذ في الجراحة العامة. إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع ديت نجموا تكلمونا على 31-380-ألف. ألو FM سبيسيال سانتي باي ميد بوانت ان. دكتور مقني مرحبا بك وحدنا في يافان. عايشك مرحبا. عايشك الله يخليك. دونك دكتور اليوم احنا باش نحكيو على المسرانه الزائده ولا التهاب الزائده الدوديه. اما قبل ما نحكيو عليه مشينا هبطنا للشارع التونسي، زميلتنا شيماء هبطت للشارع وسالتهم شنو يعرفوا على المسرانه الزائده، شنو هما الاعراض نتاعها، كيفاش تجي، اسكو هي مخطره ولا لا. نسمعوا شنو قالوا بعد نحكي. بالنسبة للمسرانة الزائدة في بالي بها أنا عندك سخانة وعندك وجاعة برشا في الكرش وعندك حشاك الرادين، ومعناتها تنجم معناتها توصل للحالات الاستعجالية، معناتها توصل في أوبيراسيون، معناتها إرجون على الآخر، معناتها تنجم إذا كان ما تمشيش في ساعة ما تعدي عليها راه تعمل لك برشا مشاكل على الآخر. المسرانة الزائدة حسب ما نعرف إنها تجي في الكرش بحظ المسرانة الغليظة، ولا تبدأ عنده المسرانة الزايدة لازم يمشي يشوف الطبيب، خاطر حسب ما نعرف انه اذا تفلقت العب ديمو. انا كنت باش نعمل اوبيراسيون على الفيشورال، طلب عليا الطبيب معناها باش نعمل ليكو، كي عملت معناها ليكو طلع عندي مسرانة زايدة. بعد معناها طلب مني الطبيب انه باش نعمل المسرانة الزايدة معناها قبل الاوبيراسيون الاخرى. اخي انا طلبت منه كان نجمو نعملوهم الزوز مع بعضهم، وكان عملتهم الزوز مع بعضهم وتوي كان لاباس الحمد لله معناها. انا ديجا ما فرقتش لي عندي المسرانة الزايدة انا بعد ما عملت ليكو معناها. بيه هذوما بلوزو موا في شكل التوانسة على المسرانة الزايدة. احنا توا بالاستعاضة المعلومات اللي احنا باش نقولوا توا باش نصلحوا الصحيح باش نصلحوا الغلط والصحيح باش ناكدوا عليها. ما هيت ملول نفسروا للعبيد هالمسرانة الزايدة هذه شنية، وين موجودة بلاصتها، وبيان سور كيفاش نجم تجي ويصير فيها الالتهاب. شكرا هاجر، ونعود نشكرك زيادة على الاستضافة. مرحبا. دونك نبداو نعرفوا قبل بالموضوع اللي باش نحكيو عليه اش معناتها، شنو هو المرض. المرض هو ما فيت ماهيش مسرانه زايده، خاطر المسرانه الزايده هي موجوده في البدن. المرض اسمه التهاب حاد في الزائده الدوديه. ما هو يعرفوا المسرانه الزايده اي اللي هي لابانديسيت ايغو. باه دونك التهاب حاد في الزائده الدوديه هي حاله استعجاليه جراحيه متواجده بكثره في تونس وفي أنحاء العالم. هي أول ما أكثر عمليات تداول في العالم هي على المسرانة الزايدة. دونك تجي في كل عمر، تشخيص العلامات نتاعها علامات سريرية أولا، وأكثر حاجة هي الآلام في البطن وتنزيدوا نحكيوا عليهم من بعد. ثم تشخيص نجمو نعملوه، نجمو نعملو صدى، نجمو نعملو حتى ساعات سكانير، والعلاج نتاعها ما يتركز كان على العمليه الجراحيه في حاله استعجاليه. ما تقوموش باش نعطيو رونديفو بعد شهر نقولوا له ارجع بعد شهر نعمل لك عمليه، في حاله استعجاليه. دونك كي نحكيو على الالتهاب الحاد في الزائده الدوديه، شنو هي الزائده الدوديه في حد ذاتها؟ الزائده الدوديه هي جزء صغير كي الانبوب لاصق في المسرانه الخشينه. تجي في اسفل البطن في النصف الايمن. دونك يقول لك تحت السره على اليمين اكزاكتومون في البلاصه هذيك. دونك الزائده الدوديه مادام هي تابعه للمسرانه الخشينه، دونك الانسجام نتاعها والخلايا نتاعها باش يكونوا كيما المسرانه الخشينه بالضبط. دونك فيها خلايا تصنع افرازات، اللي الافرازات هذوكم يمشيوا في وسط الانبوب اللي هو الزائده الدوديه، من الانبوب هذاك يتصبوا في الكولون. دونك شنو هو الحاجه اللي تخلي يجي ثم التهاب في الزائده الدوديه؟ التهاب حاد، ما ثماش التهاب مزمن، ثم التهاب حاد. هو انه ثم بطبيعه برشا معناتها فرضيات، ما اكثر فرضيه نقولوا هو ثم انسداد في الانبوب هذاك. دونك كي ثم انسداد في الانبوب، الانسجه باش تقعد تخدم، الخلايا باش تقعد تخدم، باش يصنعوا الافرازات، من الافرازات مش باش يتصبوا في الكولون، باش يقعدوا في وسط المسرانه الزائده بلوكي وسط المسرانه الزايده. دونك شنو باش يتكون؟ خاطر نعرفوا اللي المسارن فيها كميه كبيره جدا من البكتيريا، فيها الاف المليارات من البكتيريا. دونك انت عندك انبوب فوسطو الاف المليارات نتاع البكتيريا باش يقعدوا كوانسي هذيك، فهمت؟ بلوكي. شنو باش يصير؟ باش يصير تكاثف بكتيري حاد، تعفن، فهمت؟
ماده باش تصنع في وسط الزايده الدوديه باش تقعد تنفخ تنفخ ومن بعد باش تصير عمليه تسرب حاد من الزائده الدوديه الى داخل البطن معناتها في الصفاق نقولوا معناتها المرض ما عادش في وسط المصرانه اللي هي المصرانه الزائده باش تولي في وسط البطن بين الامعاء بين الكبد بين الطحال بحدا الامعاء الغليظه والامعاء الرقيقه باش يولي ثم غاديك التهاب حاد باش يولي كميه كبيره من القيح ودولي ما عادش نحكيوا على الزائده الدوديه تولي الزائده الدوديه اللي هي كي سي كومبليكي دونك عملت تعكرات حاده ونحكي وقتها على البيريتونيتيغو دونك المسار من الزائده الدوديه اللي فيها الالتهاب الحاد الى التهاب الحاد في الصفاق باش يكون ليفولوسيون هذيك باش يكون امبريفيزيبل حتى حد ما يعرف وقتاش الزائده الدوديه اللي فيها الالتهاب باش تفلق في وسط الكرش نقولوا تفلقت دونك نوليو نحكيوا على البيريتونيتيغو اللي هي تحط في خطر حياه الانسان بصفه سريعه هذاك علاش اي زائده دوديه يتم التشخيص نتاعها لازمتها وتتطلب عمليه في حاله استعجاليه دونك علاش القيح هذا في الصفاق باش يكون خطر على حياه الانسان خاطر القيح هذا ينجم يكون مازال ملمد بحدا المصرانه الزايده ونحكيوا على الدم المصرانه الزايده ابسي ابانديكولير ولا ينجم يكون عامل انتشار في البطن وقت نحكيوا على لابيريتونيت ايغو جينيراليزي اللي هي تنجم تحط في خطر حياه الانسان علاش خاطر باش تعطي تسمم بكتيري حاد في الدم نتاع الانسان فهمت وتو نحكيوا بعد على الاعراض نتاعها الو شنو اللي باش يخلي الزائدة الدودية يصير فيها الانسداد والله هذاك انا باش نسال شنو هو اللي باش يخلي الانسداد ثم برشا فرضيات الفرضية الاولى هي ثم تصلب في الاوساخ نتاع الكولون اللي يخلي الانبوب هذاك يتسكر دونك كي نقولوا احنا الاوساخ اش معناتها معناتها هي نوعية الاكل في بعض الفرضيات نقول ماهيش معناتها حاجة موثوق منها بصفة علمية يجم يكون ساعات معناتها القلوب نتاع العنب القلوب نتاع الدلاع فهمت دونك ثم تسلب هذاك باش يعمل انسداد في الانبوب اللي هو الزائده الدوديه تتسكر ودونك يصير كما قلت لك شنو اللي باش ينتج عليه هذايا ثم في بعض الحالات دي بارازيت يجيو في وسط الزائده الدوديه يتكاثفوا غاديكا ويسكروها ساعات يكون ورسيس بعد الزائده الدوديه ساعات يكون ثم ورم في الزايدة الدودية احنا قبل ما نعملوا اي عملية نقولوا له الانسان المريض رانا باش نعملوا لك استئصال الزايدة الدودية وكي باش نحيوها باش نبعثوها للتحليل خاطر ديما لازمتنا نثبتوا اسكو المصرانة الزايدة فيها التهاب حاد وفقط ولا فيها التهاب حاد اللي هو انجر على ورم يجم يكون حميد ولا خبيث في المصرانة الزايدة دونك اي حاجة لازمتها تتبعث من بعد للتحليل متاع الخلايا وتحليل الانسجة في بعض الحالات ينجم يكون ثم معناتها امراض التهاب مزمن في المصرانه ولا ورم في الكولون اللي هو جاي بحدا المصرانه الزايده اللي نجم زاده يعمل هذايا معناتها عمليه الانسداد نتاع المصرانه الزايده. يعطيك الصحه على التوضيحات هذه الكل احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربع نتاع العشيه نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو التهاب الزائده الدوديه وبحدنا الدكتور امين مقني استاذ في الجراحه العامه مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. رجعنا لكم جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربع نتاع العشيه توا مادي 3:18 نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو التهاب الزائده الدوديه اللي احنا نقولوا عليها المصرانه الزائده وحاضر بحضنا دكتور امين مقني استاذ في الجراحه العامه اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. به توا دكتور مقني كيفاش نجموا نفيقوا بالمصرانه الزائده ولا الالتهاب نتاع الزائده الدوديه هذه شنو تنجم تعطينا شنو نجم نحسوا احنا قلنا من بكري هي بلاصتها تجي من تحت السره على اليمين هكا ولا لا دونك تصور الاوجاع باش تكون غادي ولا لا فوالا سؤال وجيه وقبيله في الميكرو تروتوار ثم شكون اعطى علامات اللي هما علامات صحيحه دونك شنو اللي يخلي الانسان لازمته يتحير ولازمته يمشي عادي اكثر علامه موجوده علامات من العلامات السريريه هي الالام دونك المصرانه الزايده جايه في البطن نعاود نقولوا اسفل البطن من الجهه اليمنى تحت السره على اليمين دونك الانسان باش يجي وهو جايع ونعاود نقولها مهمه برشا اسفل البطن في الجهه اليمين دونك اي وجع غاديكا راهي اول حاجه نخمو فيها هي المصرانه الزايده دونك الالام باش تكون
علامة من العلامات السريرية أكثر تداول عند الإنسان. باه دونك الالام هذيا كي نحبوا احنا نوصفوها كيف هما الالام هذوما. هذا ثم شكون يقول لك انا والله جاتني الام اما عندها 3 ايام وما هيش قويه وما شكيتش اللي هي مصرانه زايده وخذيت الدويات واو تو جيتك معناتها وتفلقت المصرانه زايده. لا المصرانه زايده الالام نتاعها ما هيش الام قويه جدا. هي الام اللي الانسان ينجم يتحملها حتى كي تتفلق. لا كي تتفلق حاجه اخرى. احنا باش نحكيوا على الالتهاب الحاد في المصفى الزائده الدوديه ومن بعد باش نحكيوا بعديك على الالتهاب الحاد في الصفاق كيفاش يوليوا الاعراض. خاطر ثم كيفاش يقولوها ثم تدرج في العلامات بشويه بشويه من الزائده الدوديه الالتهاب الحاد في الزائده الدوديه الى الالتهاب الحاد في الصفاق. دونك مثلا الحجره في الكلوه اليمين كي باش تمشي عبر القناه من الكلوة إلى المثانة شكارة البول باش تعطي آلام فظيعة. الآلام نتاع مصرانة زايدة مش فظيعة. تبدأ بشوية بشوية تمشي وتزيد. أما شنو هي آلام مستقرة معناتها مش تمشي وتجي. هي اون فوا جات باش تقعد الآلام هذيك بنفس الدرجة نتاع الوجع مستقرة بيه. أما باش تمشي وتزيد تدريجيا. باه باه الالام هذيا يجم يجي معاها علامات اخرى سريريه. ثم عباد اللي هو مش 100% ثم عباد ينجموا يتقيوا يردوا. ثم شكون يجي شويه سخانه طفيفه جدا ماهيش سخانه كبيره نتاع 39 و40 درجه 73.8 73.6 38. فهمت دونك في بعض الحالات الانسان ما ينجمش يطلق الريح. ثم صعوبه في التبرز. دونك هذوما العلامات الكل يخليونا نتوجهوا الى التهاب حاد في عضو اللي جاي في اسفل البطن من الجهه اليمنى اللي هي اولا وقبل كل شيء المصرنه الزايده وحاجه تابعه للجهاز الهضمي. دونك باش نحكيوا احنا بعديك على ماذا ما هم الامراض الذين يجبوا ياخذوا شبهوا اي فوالا قناع المصرانه الزايده كيف فريونتر لو ماسك دو لابانديسيت اغو تاع نحكيوا فيهم بعديك. دونك هذوما العلامات لازمتهم يخليوا الانسان يمشي عدي طبيب العائله اللي هو باش يباشروا اولا وقبل كل شيء ومن بعد باش يشوف العلامات السريريه كامله ولا مش كامله. كي باش يعدي عليه باش الشك باش يكون اكثر ولا باش يكون اقل. ثم فحوصات وتشخيص يطلبهم ولا ما يطلبهمش. هذاك علاش نقولوا احنا اي واحد تجيه الام في البطن مش ياخذ الدواء من راسه يقول انا مستانس ناخذ الدواء الفلاني ولا الدواء الفلاني وحسن لي. لا خاطر الادويه اللي باش تاخذهم باش يخليوا الالام هذوكم تنقص بصفه قصيره. اما ينجموا بعديك كي انت باش تمشي تعدي عند الطبيب العلامات تولي ما عادش موجوده نتاع المصرانه الزايده اللي هي باش تكون سبب في تاخير تشخيص الزائده الدوديه كي تبدا فيها التهاب حاد. فهمتني ولا باه دونك اذا كان نمشيو ننتقلوا تدريجيا الى الالتهاب الحاد في الصفاق اللي هو حاله خطيره نعاود نقولها تحط في خطر حياه الانسان بدرجه سريعه. الالام باش تقعد في اسفل البطن من الجهه اليمنى ومن بعد باش يولي ثم تسرب نتاع الالام هذيك بصفة تدريجية تجم تكون سريعة ولا تجم تكون ضئيلة بضع ساعات ولا بضع أيامات دونك رابيد ولا بروغريسيف إلى بقية البطن. دونك الألم باش تكون في النصف الأيمن متاع أسفل البطن وبعد تولي النصف الأيمن لأسفل البطن والأسفل البطن ومن بعد نصف الأيمن وأسفل البطن والنصف الأيسر ومن بعد نصف السفلي متاع البطن ومن بعد تدريجيا البطن الكل. وتولي وقتها نحكيوا على الالتهاب الحاد في الصفاق اللي هو باش يعطي الام فظيعه جدا. حمى 38.5 39 درجه. الانسان عنده الام يتقيا ما ينجمش يطير الريح. وقتها باش تكون العمليه الجراحيه تكون اصعب. حياه الانسان باش تكون في خطر. والعمليه الجراحيه تجم تكون معناتها حتى تقام بفتح عمودي لجدار البطن باش نقوم بعمليه اختسال
الامعاء واختسال الصفائق واستئصال الزائده الدوديه. فهمت معناتها من عمليه اللي هي معناتها تقنيا ماهيش صعيبه اللي تجم تتعمل بالمنظار والا بفتحه صغيره في جدار البطن نوصلوا الى عمليه تحط في خطر حياه الانسان فتح عمودي كبير في جدار البطن استشفاء باش يكون ما عادش يوم ولا يومين باش يولي خمسه ايام وسته ايام وساعات في الانعاش ومضاد حيوي معناتها باش نمشيو من مرض اللي هو يكون بسيط الى مرض يحط في خطر حياه الانسان. هذاك علاش نقولوا احنا اي التهاب حاد في الزائده الدوديه يستوجب عمليه جراحيه وتدخل جراحي في حاله استعجاليه. فهمتني ولا فهمتك به يا دكتور؟ انت من بكري وقت اللي تحكي على الاعراض فما برشا اعراض ظهروا لي انا، مثلا الفتق تشبه شويه للحكايه هذه شويه مرارة مشاكل اذوكم دونك فما برشا عباد يمشي في بالهم اللي هي ماهيش مسرنه زايده ما تنجم تعطي امراض اخرى اعراض نتاع امراض اخرى لشنو تنجم تشبه المسرنه زايده. دونك فما امراض اخرين ينجموا ياخذوا وجه وقناع العلامات السريريه نتاع المسرنه الزايده. هو المشكل هذايا ما هوش موجود بكثره عند الرجل. الكهل الذكر باش يكون موجود اكثر عند المراه اللي هي ديغون معناتها لا بيريود اكتيفيتي جينيتال في حاله الخصوبه نتاعها. علاش؟ على خاطر هو عند الذكر وعند الانثى ثم الجهاز الهضمي اللي هو فيه الزائده الدوديه. اللي ثم زاد القناة متاع اللي تمشي من الكلى إلى المثانة شكارة البول. دونك ثم الحجر في المجرى متاع البول ينجم يعطي ساعات الأعراض تشبه الأعراض متاع المسرنة الزايدة. ثم ساعات التهابات مزمنة في الأمعاء الرقيقة ولا الأمعاء الغليظة تنجم تعطي زادة علامات سريرية تشبه المسرنة الزايدة كما لمالدي دوكرون كما ثم أورام في الكولون في النصف الأيمن ينجموا يعطيوا علامات سريرية تشبه المسرنة زايدة. هذاك عند المرأة عند المرأة ولا عند الرجل. عند المرأة زايدة ثم الجهاز التناسلي الداخلي. دونك ثم لا ترومب ثم لوفير دوا دونك العظمة اليمين وثم الجعبة اليمين اللي ينجم يكون فيهم سوا كيس ينجم يكون الكيس هذا فوسطو دم ولا الكيس هذا فوسطو ماء ويتحل في الصفائق. ينجم يكون ثم حباله خارج الرحم في الجهه اليمنى تنجم تعطي اعراض كما المسرنه الزايده دونك الام في اسفل البطن على اليمين. دونك الفتق راه مش في اسفل البطن، الفتق جاي من بين البطن والساقين والمراره تجي تحت الضلوع على اليمين دونك معناتها النصف الايمن اما الفوق في النصف الفوقي مش النصف السفلي معناتها فوق الـ 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 فوق السره على اليمين. دونك المسرنه الزايده باش تكون معناتها الامراض اللي تشبه المسرنه الزايده هما اسانسيلمون معناتها الاكثريه الحجره في المجرى نتاع الكلوه. ثم الالتهاب المزمن في المسرنه الرقيقه وثم امراض الجهاز التناسلي الداخلي عند المراه. فهمت هذاك علاش احنا توا معناتها كي يجينا الانسان وعنده الام وعنده العلامات نتاع المسرنه الزايده نعديو عليه اذا كان يكون ذكر والعلامات واضحه. فهمت وقتها نقوموا بالتدخل الجراحي السريع الاستعجالي. وفي بعض الحالات ما نستحقوش اللجوء الى استكشافات اخرين معناتها كما الصوره بالصداء ولا السكانير. عند المراه الاكثريه ولا اذا عند المراه والا اذا كان يكون معناتها العلامات السريريه مش متكامله. فهمت وقتها نقوموا بفحوصات. اول حاجه نعملوا فحوصات في الدم باش نشوفوا الكور اللي بيوسط العين ولا ثم التهاب في الدم ولا ما ثمش التهاب في الدم. ونوصلوا نعملوا ساعات معناتها في 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 مغلب الحالات نعملوا زاده صوره بالصداء باش نتاكدوا اللي راهي مسرنه الزايده ونتاكدوا اللي ما ثمش مرض اخر اللي ماخذ قناء المسرنه الزايده. وفي بعض الحالات الشك يقعد ديما وارد وقتها نمشي ونوصلوا حتى للسكانير. وفي بعض الحالات نوصلوا العمليه جراحيه استكشافيه تتسمى سيليوسكوبي دياغنوستيك بالمنظار باش نشوفوا المسرنه الزايده هل هي محل التهاب حاد او هي ليست محل التهاب حاد. فهمت هذا كل باش ما نبداوش احنا معناتها تبدا هي موجوده واحنا ما نفيقوش بها. خاطر الكارثه هو شنو يجيك المريض يعدي وتقول له انت ماهيش مسرنه زايده ويروح وتبدا مسرنه زايده تطلق له في الدار. سي اون كاتاستروف. معناتها هذاك علاش احنا المريض كي يجي باش يعدي
هي معناتها احنا نقولوا هذه العلامات مصرنا زايده جوسكا بروف دو كونترير. اش معناتها جوسكا بروف دو كونترير؟ سواء الصوره بالسداد تقول لك راهي ماذا مش مصرنا زايده، ولا الصوره بالسداد تقول لك احنا ماريناش مصرنا ما نجموش ندرسوها، نعملوا سكانير. اذا كان سكانير يقول لك رانا رينا مصرنا زايده راهو لاباس ماش مصرنا زايده، اذا كان يقول لك ثم شك نجمو نوصلوا حتى للعمليه الجراحيه الاستكشافيه. بعد العمليه اذا كان الامور مش استعجاليه عادي، فقنا بمسرنا زايده والالتهاب ماهوش كبير معناه، عادي يكمل العمليه نتاعو نهارين وراح على روحه معناه بعد العمليه. دونك اذا كان معناتها جاء المريض عنده الاعراض نتاع المسرنا زايده قمنا بالتشخيص والا قلنا هذه مسرنا زايده وقمنا بالتدخل الجراحي. العمليه الجراحيه باش تكون استعجاليه، معناتها كي جي توا مش باش نقولوا له راهو العمليه باش تكون بعد يومين، فهمت؟ باش يجي توا باش نعملوا العمليه توا، معناتها ممكن بضعه ساعات نتاع تحذير يشوفوا طبيب البنج العياده نتاع التبنيج. ثم شكون يستنى 6 سوايع، ثم شكون يستنى 5 سوايع، من بعد احنا كي عندنا الورقه البيضاء من عند طبيب البنج لان نجموا نعملوا التدخل الجراحي، وقتها نقوموا بالتدخل الجراحي. ثم الجراحه العاديه الكلاسيكيه هي باش تكون فتحه صغيره في اسفل البطن من الجهه اليمنى وين موجوده المسرنه الزايده. في بعض الحالات نجمو نقوموا باللجوء الى العمليه الجراحيه بالمنظار باش ندخلوا لداخل ونثبتوا المسرنه الزايده وين جايه، الالتهاب ملتهبه مش ملتهبه، هل هي اللي عاطيه العلامات هذيا ولا، ونشوفوا معناتها الاعضاء الاخرين نجمو معناتها اون اكسبلور باش نشوفوا كيفاش. اما العمليه الجراحيه هذيا باش تكون بالتخدير الكامل، سي اون انترفونسيون شيرجيكال، عمليه جراحيه، والمريض معناتها كي تبدا خاطر زاده من بعديك ثم تدرجات في المسرنه الزايده، ثم المسرنه الزايده الالتهاب المبكر، ثم الالتهاب المتاخر، فهمت؟ دونك ثم تدرجات في المسرنه الزايده في الالتهاب هذاك وتوصل حتى الانفلاق نتاع المسرنه الزايده. دونك احنا قد ما تكون المسرنه الزايده الالتهاب الحاد يكون جديد وحديث، قد ما تكون العمليه اسهل وقد ما تكون مده الاستشفاء نتاع المريض تكون اقل. فهمت؟ اذا كان حيناها المسرنه الزايده ما يتاثرش اسم الانسان والصحه العامه، العضو هذاك شنو نعملوا؟ الوغ العضو ولا لا؟ فوالا، دونك العضو هذاك هو عضو فيه خلايا نتاع المناعه. دونك احنا هذا ما يقعدوا ديما فرضيات، معناتها يقولوا المسرنه الزايده تلعب دور هام في المناعه نتاع الجسم الانسان بصفه عامه والجهاز الهضمي بصفه خاصه، اما اللي موثوق منه هو استئصال المسرنه الزايده ما عندوش تاثير على حياه الانسان ولا على مناعه الانسان. معناها كي نحيها كي باهي كي بليش. هو التفكير معناتها في العشريات نتاع القرن الماضي معناتها كانت ثم العلم شي يقول بون كي يجي المريض عنده الام وشكينا في مسرنا زايده نعملوا له عمليه، كان لقيناها ملتهبه نحيناها، ما لقيناهاش هاك احنا دو لي فاسون هي زايده تنحيو. هذا التخميم، هذا تخميم معناتها ما عادش اني بلو داكتواليتي، خاطر توا احنا عندنا معناتها دي مويان دانفستيغاسيون، عندنا الصوره بالسداء، عندنا السكانير ابدومينال. دونك احنا ماذا بينا كي باش نقوموا بالتدخل الجراحي ماذا بينا تكون نسبه معناتها نسبه الشك انها ما تكونش مسرنه زايده يكون ضئيل جدا. معناتها ماذا بينا الانسان كي عنده العلامات وباش نعملوا له تدخل جراحي باش نحيوا المسرنه الزايده نبداو 99% سيغتان كو راهي التهاب حاد في المسرنه الزايده. الوغ الحاجه اللي انا نحب نضيفها من كان مثالش هو انه بعد ما تصير عمليه الاستئصال وبعد ما يبرى المريض يروح لداره نعاودوا نشوفوه بصفه اوتوماتيكيه في العياده الخارجيه مع التحليل نتاع المسرنة الزايدة. علاش؟ خاطر في بعض الحالات، في بعض الحالات نقول لك نجم نعطيك انا حتى ان بورسنتاج وفي واحد من 1% من الحالات نجموا نلقاو اورام في المسرنة الزايدة اللي نجموا يطلبوا تدخل جراحي اخر. اللي هما هذوما الاورام ما يتشافوش بالعين المجردة، يتشافوا بالمجهر. وثم في بعض الحالات نوصلوا حتى استئصال النصف الايمن نتاع الكولون. دونك هذاك علاش كي نحيوا مسرنا زايده مش باش نلوحوها، نبعثوها لطبيب التشريح، تشريح الخلايا وتشريح الانسجه باش يشوف اسكو ثماشي ورم خبيث ولا حميد في المسرنا زايده اللي باش يطلب علاج تكميلي. باهي، جوست سؤال واحد اخر وناخذوا التليفونات. بالنسبه للمراه الحامل دكتور، اسكو ينجم يجي عندها مسرنا زايده نجم ننشقوا لها؟ واسكو سي فري كو الوجيعه بالنسبه للمراه الحامل ماهيش نفس الوجيعه بلاصتها كوا مش كيما العبد العادي؟ والله سؤال وجيه جدا، ما تعرفي نحضر مليح. الوغ المسرنا الزايده تجي عند العباد الكل،
لا فرق بين ذكر أو أنثى، لا فرق بين صغير وكبير، ولا فرق بين مرأة حامل وليست حامل. دونك هي قضاء وقدر قدر. دونك المرأة الحامل المشكلة نتاع المسرانة زايدة هو أنه العلامات تجم تكون محل تأخير في التشخيص. علاش؟ خاطر بحكم أنه الرحم يكون كبير والمسرانة زايدة ما عادش باش تكون في النصف الأيمن أسفل البطن تحت سرة على اليمين، باش يولي الفوق وماشية الأكثر التالي شوية. فهمت؟ دونك الآلام غاديكا عند المرأة هما ينجموا ياخذوا قناء التعفنات اللي تصير في الكلى اليمنى في ليزانفيكسيون يورينير البيرونيفريت عند المرأة الحامل اللي هما موجودين بكثرة كي نقارنوهم بالمسرانة الزايدة. دونك احنا ماذا بينا ويعرفوا هذوما معناتها اصحابنا وزملائنا اطباء النساء والتوليد ديما يقصروش الحق، معناتها ديما فايقين اللي ويعرفوا اللي انه وجود الالتهاب الحاد في الزايده الدوديه ديما وارد. وكل ما ثم شك معناتها يجيهم مريضه حامل عندها الاعراض هذيك يشوفوا قبل كل شيء ثماشي في البوله الصغيره التهاب ولا ما ثماش، يعملوا ايكو يثبتوا الكل ولا لاباس، ولا كي يلقاو كل شيء لاباس اوتوماتيكمون بصفه اوتوماتيكيه واليه يكلمونا باش نشوفوا احنا الاحتمال نتاع المسرانه الزايده الالتهاب الحاد موجود ولا ونوصلوا وقتها نعملوا تشخيص بصوره بالسداء ولا بسكانر. الور هوني ثم حاجه مهمه برشا هو انه كي ثم التوخير في العمليه الجراحيه يحط في خطر حياه الام والجنين والعمليه الجراحيه بطبيعتها ماهيش عملية جراحية عند إنسان عند مرأة غير حامل باش تكون زادة تحط في خطر حياة الجنين، خاطر نعرفوا لأي عملية جراحية الجنين ينجم يتيح. فهمت الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قد ما يكون الرحم متقدم قد ما تكون العملية أصعب، خاطر أول حاجة مانيش باش نقوموا بفتح جدار البطن، معناتها باش نعملوا فتح جدار البطن والكرش منتفخة جدار البطن باش يتحل بعد العملية ممكن الأسبوع ولا الأسبوعين اللي بعد. دونك باش تكون عملية جراحية بالمنظار مع رحم كبير جدا، معناتها ماهيش باش تكون عملية جراحية سهلة. فهمت؟ باهي يعطيك الصحة دكتور، الله يخليك على توضيحات هذه الكل. نعود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو التهاب الزائدة الدودية، وحاضر بحضنا دكتور أمين مقني أستاذ في الجراحة العامة. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع ذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. ناصر مرحبا بك ناصر. هلا عسلامة أختي. عسلامة مرحبا تفضل. وين البرنامج وليت؟ والله هاني تو وقتاش تعبني نخدم. مرحبا مرحبا سي ناصر، ما سمعتكش مليح، بارك الله فيك تفضلي. عاشوك. بالنسبه لي عندي زوج سؤالات. اي تفضل نسمعوا فيك. بالنسبه للسؤال الاولاني اي ما عندي قولون، انا عندي قولون، قلت لك مره اخرى قلت للدكتور عندي قولون. اي عندي تولالات تولالات. اي عملت ديكنوستيك، عملت عندي رابور في الدار ديكنوستيك طلعوا نيجاتيف. انت راه لاباس، خلي راه لاباس. اي قلت لك انت ساعه، قلت لك انت ثبت في الريزلتا نتاع التولالات. اي وقت اي تفكرتك اي تو تفكرتك سي ناصر، وقالت قال لك الطبيب كي نحاولوا لك التولالات بعثوهم للتحليل، شنو قالوا لك في التحليل هكا ولا ليه؟ لا ما طلعت الريزلتا هي اون 2019 نحكيك، قلت له الدكتور قال لي راه عاود اعمل منظار من وين جديد، انا ديجا خذيت رونديفو منظار اخر، غير قدم الاخرين تو نيجاتيف. باهي جديد تو عاودت عملت المنظار سي ناصر ولا لا؟ عندي رونديفو غدوه، المنظار الاخر باش نعمله غدوه. باهي بالنسبه للسؤال. اي تفضل. اسمع فيا في البدايه. اي تفضل اي تفضل. بالنسبه للسؤال الثاني بالنسبه للدكتور، انا ساعات تدني جيعه من اللوطه، كيف تكون الحجره تولي؟ اي في كل شيء من اللوطه. ايه عنده علاقه مثلا، ايش القانون عنده علاقه بالمسلمين الزياده، يعني عنده ارضيه نتاع المسلمين الزياده. باهي جاوبوا على السؤال. اي نجاوبوا. اي دونك الكولون العصبي ولا امراض الكولون بصفه عامه ما يزيدوش في الاحتمال نتاع حدوث التهاب حاد في المسلمين الزياده. باهي اما ثم ساعات امراض الكولون اللي تجم تشبه اعراض المسرانة الزايدة كما قلت لك، ثم الكولون العصبي ساعات يعطي الام في اسفل البطن من الجهه اليمنى، ثم زاد الورم في النصف الايمن
نتاع الكولوني نجم يعطي الام في البلاصه هذيك دونك يجمو يشبهوا علامات المصرانه الزايده، اما باش يحطوا معناتها باش تكون معناتها الاحتمال نتاع الالتهاب المصرانه الزايده يكون اكثر ماهوش اكثر. باه يعطيك الصحه ان شاء الله بلطف عليك سي ناصر. نمشيو لتونس معنا سناء، مرحبا بك سناء. الو عسلامه. مرحبا. اك الراديو هذاك سكروا يا سناء من غادي واسمعني كان من التليفون باش نسمعوك بالكدا. تفضل. لله مرحبا بك. وبيك يا عايشه. انا اخت المرحوم عيسى الكلاعي. خويا دخلت معاك من قبل عمل العمليه على المصرانه الزايده الله يرحمه. عايشك تعيشك رحمي. ديجا انا قبل معناتها فسرت كنت نسمع في الدكتور سمعت كل شيء الحالات اللي حكي عليهم الكل هما اللي صايرين لخويا. اي نحب نسال الدكتور اذا تنجم تخلف سقطه قلبيه وتكون سبب الوفاه نتاعو سقطه قلبيه ولا لا؟ نجاوبوا على السؤال هذايا. نجاوبوا على السؤال. السكانير لقينا المصرانه مرتهبه عامل انفكسيون حتى للي وصلوا قصوا له المكانه نتاعو على اثنين. ودخل في غيبوبه وقعد 20 يوم وهو في غيبوبه وبعد توفى. الله يرحمه. اي هو كي نقولوا احنا الزائده الدوديه معناتها تتحل وتكون العمليه الجراحيه هي العمليه الجراحيه ما عادش على الزائده الدوديه تولي على الالتهاب الحاد في الصفاق دونك لا بيريتونيت ايغو. احنا نعرفوا لي البيريتونيت ايغو هذيا هي باش تكون حاله تسمم حاد في الدم نتاع الانسان معناتها باش تكون ثم بكتيريا. دونك احنا كي باش نقوموا بالتدخل الجراحي هو في حاله استعجاليه هي جراحه نجده سي اون شيرجي دو كاتاستروف. دونك جراحه نجده نتاع المريض اما البكتيريا اللي في تعديت في الدم هذيك واللي قاعده ماشيه في الدم احنا باش تداوى بالدواء بالمضاد الحيوي اللي باش يكون في الاورده وباش يكون في كميات كبيره جدا. اما في بعض الحالات البكتيريا باش تكون خطيره الى حد انها توصل تعمل كي نقولوا احنا حاله تسمم حاد في البدن. اش معناتها لشوك سيبتيك؟ معناتها راهو القلب ممسوس، راهو الكلى ممسوسه، راهو الرئتين ممسوسه. وقتها توصل معناتها في حاله ساعات دون ان سيركل فيسيو حلقه مغلقه اللي هي باش تهز حياه الانسان. معناتها حتى معناتها رغم التدخل الجراحي معناتها كي يدخل الانسان عنده التهاب حاد في الصفاق والمصرانه الزايده مفلوقه ويخرج سوماشين مع تعامل بكتيريا في الدم نتاعو مسّت له المخ ومسّت له الرواري ومسّت له الكلاوي ومسّت له الرئتين في بعض الحالات المآل هو حياة الإنسان. الله يرحمه. عطيك صحة. الله يرحمه ويناموا. عطيك صحة دكتور. نمشيو للسبيبة معنا عماد. مرحبا بك عماد. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا تفضل. ازيك عايشك مربي. أنا نحب نحكي مع الدكتور. يسمع فيك تفضل. دكتور انا كنت عاشر فهمت وناكل ماكله قويه معنا فيها حموضه وكل شيء فهمتني. بعد نص ساعه كيف تبدا لي ربطه تبدا شنو يسامحني؟ قلت لك انت بعد كي ناكل ماكله لحم ولا حاجه ماكله قويه كما نقولوا فيها حموضه فهمت ماكله حامضه اي فهمتني تبدا لي بعد نص ساعه كيف تبدا لي ربطه ما نتحملش الحمد لله. اي شنو اللي يوجع فيك ما فهمتش سي عماد؟ لا ما عنديش وجع ما تحملش الحاجه القويه اللي توكاو. ايش نسيرك ترجعها شنو تنسير للميكرو؟ صحيح ترجعها رد فهمتك. اي سي عماد هذا ما عندوش علاقه بالالتهاب الحاد في الزائده الدوديه اول حاجه. ثاني حاجه اذا كان انت تتقيا وعندك ماكولات كي تاكلهم ترد ثم حاجتين اول حاجه لازمتك تشوف طبيب نتاع الجهاز الهضمي امراض الجهاز الهضمي ممكن نشوف تمشي قرح تمشي مشكله. الحاجه الثانيه اذا كان واحد عنده اوكليت كي ياكلهم يقلقوه تبعد عليهم الاوكليت هذوما هكا. باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. نمشيو باب الخضره معنا سعاد. مرحبا بك سعاد. عسلامة. الله الله يا سعاد سكر لك الراديو من غادي واسمعني كان من التليفون يا سعاد. ايوه تفضل. لله انا في التطبيب عندي مده كبيره الوجيه اللي يحكي بها تو صبها لها ما انا من الجنب اليمين واليسار وتمشي وتقدم لتحت الصره ويجيني في الكريز ريت البريوق تجي لها كامل تاع النهار وانا الوجيه قتلتني كي شيت وقال لي عندك يكون العصبي شويه ستريس نستعمل تو في الدواء وكل عندك الحاجه نبدا خايفه ترجع توجعني. باهي شو الاخر مش عارفه الملت اللي هنا الكريز نعديه نشرب الماء ساعات نمشي نرد شويه في الردين نتاع المعده عرفتك كل شيء مانيش فاهمه
فهمت؟ مش حاجه كده. انا كل انه مش عادي مش عادي مش عادي مش عادي مش نبي الزوزه مش نبي الزوز أيوة هذوما أعراض متاع كورونا عصبي، معناتها كيما قلت لك الالتهاب الحاد في الزايدة الدودية هي التهاب حاد ما يجمش يكون عنده سنوات ولا عنده أشهر. بون هو الحاجة ال معناتها إذا كان نحبوا نحطوا شنو العلاقة من بين الكولون العصبي والالتهاب الحاد في الزايدة الدودية، ثم مشكلة صغيرة كمان لازم نقولها. سكو الكولون العصبي هو مرض حديث متواجد بكثرة، وبرشا عباد تلقى عندهم التهاب حاد في الزايدة الدودية وعندهم الكولون العصبي. الفات اللي عندهم الكولون العصبي ينجم يكون تأخير في تشخيص الزايدة الدودية، خاطر يحط على عاتق الكولون العصبي العلامات اللي تجيه. فهمت كيفاش ولا احنا شنو نقولوا؟ احنا الفرق بيناتهم شنو هو؟ سيكو الزايدة الدودية الالام كي تبدا ماهيش كبيره جدا، ماهيش فظيعه جدا. الكولون العصبي يقول لك انا الوجيعه تجيني بعد الماكله، ايميديتمون بعد الماكله وتمشي وتجي. الالام نتاع المصرين الزايده كي تبدا طفيفه وقليله وما تقعد مستقره. الكولون العصبي ما يعطيش سخانه، الزايده الدوديه تعطي شويه سخانه. فهمت؟ اللي عنده كولون العصبي اون جينيرال ما يتقيش، زايدة دودية ينجم يتقيا. فهمت؟ معناتها ثم أعراض اللي تخلينا احنا ناخذ الحذر نتاعنا باش ما نقولوش، خاطر يجيك انسان مستانس عنده الكولون العصبي وجوه ديكريز وكل شيء، اما كل ما يجي نقعدوا ديما نخموا اللي ثم احتمال نتاع زايدة دودية. فهمت كيفاش ولا؟ اما هذا الكولون العصبي، والكولون العصبي نشوفوا الطبيب الجهاز الهضمي هو باش يكون معناتها، وطبيب ولا طبيب العائلة هو اللي باش يعطيها نصائح خير، يشوف نوعية الأكل متاعها، يشوف المرارة فيها حصى ولا ما فيهاش حصى، يشوف شنو العوامل اللي يخليه الكولون العصبي هذاك يتحير باش نبعدوا عليهم. فماشي أدوية متاع أعصاب نعطيهم باش نحسنوا معناتها كيفية الحياة متاع الإنسان اللي عنده الكولون العصبي. دكتور، المشكلة متاع المسرنة الزايدة ولا الالتهاب متاع الزائدة الدودية أوتوماتيكمون باش يصير فيه جراحة؟ ما ينجموش ياخذوا دواء ما نعرفش مضاد التهاب باغ إكزومبل؟ ما نعرفش توا علميا كان الجراحة معناها توا علميا ما نجمو نحكيو كان على الجراحة. باهي يعطيك الصحة، نمشيو للعمران. معنا حاتم، مرحبا بك حاتم. ألو، سلام أختي لاباس. عسلامة سيدي، مرحبا تفضل. عايشك وبيك عايشك. بدي أنا الحب حاب نسأل الدكتور. أي؟ عندي وجيعة في كرشي مش عاطية، شدني من وقت للآخر، فهمت؟ وساعات ساعات يبدا عندي دياري وساعات تبدا عندي معناها عادية، فهمت؟ أما شدني وجيعة كبيرة على الآخر على الآخر على الآخر، وساعات نطلق الريح ساعات. من وقت ايش الوجيعة هذيا؟ الوجيعة هذيا عندي 3 عام توا. عندي عام وضعفت المدة هذيا، العام هذا ضعفته؟ والله شوف دكتور، مره نضعف مره نسمن. اي بون، هو اذا كان انت عندك معناتها اسهال دياريس اسهال ومعه الام في البطن، اول حاجه باش نخمو فيها فهمت، وساعات الهواء ما يخرج، معناتها اول حاجه باش نخمو فيها هو التهاب يجم يكون مزمن في المصرنة الرقيقة والا المصرنة الغدادية في الجهاز الهضمي. فهمت؟ دونك ايل فو ميو يشوف طبيب نتاع جهاز هضمي، ثم تشخيص لازمتو يعملهم. فهمت؟ كولوسكوبي، سكانير على البطن، انتيرو سكانير، ونشوفوا تحاليل نتاع التهاب ونشوفوا اسكو احنا في الالتهاب المزمن ولا احنا ماناش في الالتهاب المزمن. خاطر ينجم يكون ماناش في الالتهاب المزمن وعنده علاقه بكيفيه الاكل ونمط الاكل ونمط العيش ونمط الحياه. دونك هذا الكل لازم دراسه عميقه. فهمت؟ باش نشوفوا. يعطيك الصحه دكتور، الله يخليك. دونك نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو التهاب الزائده الدوديه، وحاضر بحضنا دكتور امين مقني استاذ في الجراحه العامه. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا تكلمونا على 31 380 ألف. مع هجر الحناشي رجعنا لكم من جديد، مكملين مع بعضنا من توا حتى يكش للاربع متاع العشية. تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو التهاب الزائدة الدودية اللي احنا بلوزو ما نسميوها باللغة العامية متاعنا المصرنة الزائدة، وحاضر بحضينا الدكتور أمينة مقني أستاذ في الجراحة العامة. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. شوية آخر باش ناخذ مبروك جوست سؤال دكتور، خاطر وقت عارفين في جوجل نلقى برشا حاجات وأنت ديما تصلح لي. أنا لقيت من بكري وقت اللي احنا حكينا على المصرنة الزائدة كي تفلق وتسيب القيحة متاحة، لقيت القيحة ذاك ينجم يمشي للي ترامب ولي زوفير وينجم يسدهم وينجم يتسبب في عقم. أسكو تنجم تفهم الموجودة الحالة هذه وإلا لا؟ هو المشاكل العقم متاع النساء بطبيعة باش يكون طبيب متاع النساء وتوليد هو عنده أكثر خبرة مني أنا باش يجاوب على الأسئلة هذه.
هو القيح هذاك لازم يمشي للترامب ولا سوفيرت مش هو ان فيت مش يمشي معناتها كي تبدا المصرانه الزايده محلوله في البطن من الداخل وتعطي حاله تسمم حاد والتهاب حاد في الصفاق شنو باش يصير؟ يصير القيح كي باش ننظفوها احنا من بعديكا باش يجم يصير عمليه اشتباك نتاع المصارن ومتاع المكونات الجهاز التناسلي الداخلي نتاع المراه. التصاقات معناه؟ التصاقات. لبغيد. الالتصاقات هذوكم ينجموا ينقصوا من الخصوبه نتاع المراه والعقم نتاعها. فهمت. هذه الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه هو انه في بعض الحالات يجي المريض ولا تجي المريضه في حاله متقدمه نتاع انفلاق المصرانه ولا الزائده الدوديه في البطن. اللي تخلي العمليه بالمنظار عمليه باش تكون خطوره على حياه الانسان. خاطر احنا كي باش نقوموا بعمليه جراحيه باش نقوموا بعمليه اغتسال كامل شامل وتام الى الامعاء من الداخل مع استئصال الزائده الدوديه. الاغتسال هذا لازمته يكون بارفي. فهمت؟ خاطر اذا كان باش نخليه شويه قيح من الداخل، القيح هذاك ينجم يخلي التسمم مازال موجود في الدم والبكتيريا وتحط في خطر حياه الانسان. دونك المراه كي باش نعملوا لها فتح عمودي في شدار البطن وباش نقوموا بعمليه الاغتسال هذاك، الالتصاقات ما بعد العمليه باش يكونوا واردين وينجموا يسببوا في مشاكل من الخصوبه نتاع المراه. فهمت؟ معناتها المشكله نتاع المصرانه الزايده هي اذا كاني مفلوقه في الكرش تنجم تحط خصوبة المرأة تنجم تنقص منها. وإذا كانت تكون المصرانة الزايدة مفلوقة ويجي المريض يعدي مخر والعملية الجراحية في حد ذاتها تنجم تحط حياة تنقص من الخصوبة من المرأة. جوز سؤال واحد آخر دكتور بارابور للمرأة الحامل، خاطر بكري وقت سألتك قلت كي تبدأ كرشها منفوخة دونك ذيك اللي قلق برشا في العملية بالنسبة لحياتها هي وحياة الجنين، اسكو الحكاية تكون أسهل شوي لو كان المرأة مثلا في الأشهر الأولين الكرش ماهيش منفوخة نجمو نحيو المصرانة؟ هو كما قلت لك قبيلة قد ما الحمل يكون متقدم مثلا العملية الجراحية باش تكون أسهل في الثلاثي الأول كيف في الثلاثي الثالث. احنا جاونا مرضى تلقاها حامل في الثلاثي الثالث في التاسع في بعض الحالات العملية الجراحية باش تكون صعيبة. عندنا رحم منتفخ، جنين في وسط الرحم، ما نجموش ندخلوا بالمنظار، مش سهل، الحلان نتاع البطن باش يكون صعب، حتى كي باش نسكروا من بعديك البطن مش سهل، خاطر انت ما تنساش اللي كي باش تعمل انت سيزاريان باش تفرغ الرحم انت، مش باش تعاود تسكروا الرحم باش يقعد في وسط جنين يوزن 4 كيلو، فهمت كيفاش؟ الحاجة الأولى، الحاجة الثانية زاد عند المرأة الحامل هو مشكلة التشخيص. معناتها باش تعمل سكانير ساعات ما تنجمش تعمل سكانير سورتو في الثلاثي الاول نتاع الرحم، خاطر ينجم يعمل تشوهات ومشاكل عند الجنين. فهمت؟ معناتها بالحق المراه الحامل ديما باش تكون سيتياسيون صعيبه شويه، اصعب من اكثر صعوبه من عند المراه الغير الحامل. جوست سؤال اخر مع المراه الحامل ومدام بركة تستنى، اذا كان جات باغ اكزومبل في التاسع كما تقول انت وعندها مسرانه زايده، اسكو فيزابل نولدوها ونعملوا مسرانه زايده في وقت العمليه والا لا؟ بون هكاك عاد باش تكون اون كونسيرتاسيون مع طب التبنيج. هو احنا بصفه عامه خاطر يجيو ساعات مثلا مرضى مثلا تجيك مريضة تقول لك أنا مثلا نحب نعمل عملية تجميل وهي ديما تخمم تحب تعمل عملية تجميل وتجي نهارتها عندها جدها مسرانة زايدة وتجي تحب أنت تعمل مسرانة زايدة عملية تجميل فرد وقت ما يجيوش. فهمت. احنا ماذا بينا خاطر العملية تاع مسرانة زايدة هي عملية وسخة بكتيريا. فهمتك. دونك إذا كان باش تحط معاها عملية أخرى باش تحط معناتها باش تزيد في الاحتمال نتاع التعكرات البكتيريه والانفكسيون والتعفنات نتاع العمليه الاخرى اللي باش تعملها. فهمت. احنا كي جينا انسان على حاله استعجاليه معناتها تخص عضو معين نتلاقوا بالعضو هذاك وكو ما نعملوش حاجه اخرى. ما ثماش هذا مثلا عندي مسرانه زايده ويزيد عندي الكولون العصبي وعندي كيست في الطحال وعندي مراره عندي حجره في المراره بربي خلينا نحيو الطحال ونحيو هذاك. معناتها التخميم هكاك ما يجيش. احنا انسان جاي على التهاب حاد المسرانه، ما هي الحاله الاستعجاليه؟ هي مسرانه زايده، نعملوا عمليه استئصال
ونقول ان شاء الله لاباس المريض ان شاء الله يقوم لاباس وعمليه الاستشفاء ومعناتها لا دوغي دو سبيتاليزون تكون ضئيله ويرجع لاباس والاخر باش يطلب عمليه في حالات اخرى دون دو ميير كونديسيون. مدام مبروكه سمحنا على التاخير. مدام مبروكه مرحبا. عزيزه مدام. اي تفضل لله. اسمعني انا توا كبيره معناها في العمر، انا عمري 60 سنين ما شاء الله بارك الله عايشك. انا عامه 77 78 عملت عمليه على المثانه الزايده. ايه بعد 6 شهور تعقدوا لي مثانه. ايه عملت عمليه وقعدت معناها جمعه في البلوك. ايه وحتى تبيت معناها ما فكرني كيما الدكتور هذا ربي يفضلي. ايه بديت نفهم شويه توا كي هو يحكي فهمت. حتى عرفت مرضي حتى بعد جمعة كاملة بس قالوا لي اللي صار لي تعاقدي عملية. حبيت نعرف معناها هذيك العملية الثانية من جرة المسامة جيدة ولا شنو؟ توا ما عندي نقص صار. أو شي يجاوبك مبروك. أي هو أي عملية جراحية تصير في على الجهاز الهضمي. تجم تخلف التصاقات في المسار. معناتها أي تدخل جراحي. الو الاحتمال نتاع الالتصاقات في المسار باش يكون اكثر كي تبدا العمليه جراحيه ثم فيها فتح جدار البطن. كي تبدا العمليه بالمنظار الاحتمال نتاع الالتصاق موجود اما يكون اقل من اللي كي تكون ثم عمليه فتح نتاع الجدار. سي كوم اون سيكاتريس تو في الجلد تشوف ثم سيكاتريس. حتى في المسار سي لي بريد هذوك سي سون دي سيكاتريس انترن فينالمون فهمت. دونك كي تبدا عندك انت التصاقات المسرانه ما عادش تبدا تخدم بصفة سلسة وسهلة وتتحرك كما تحب هي. ساعات كي تتحرك تلقى الالتصاقات هذيك معناتها تخليها تبدا دز حتى لين تتعقد المسرانة. فهمت ولا؟ دونك اي انسان يتم التدخل عليه جراحيا على الجهاز الهضمي هو عرضة الى ايش نقولوا احنا المسرانه المعقوده. دونك الانسداد الحاد في الامعاء تسمى اوكلوزيون انتستينال ايغو اللي هي في بعض الحالات تنجم تؤدي الى عمليه جراحيه اخرى. الو اذا كان انسان يعمل برشا مرات يرجع على حاله انسداد حاد في الامعاء اللي هي جايه من الالتصاقات في بعض الحالات نجموا نعملوا حل في الالتصاقات هذوكم وقص في الالتصاقات بالمنظار. دونك ندخلوا بالمنظار في وسط بطن الانسان ما غير ما نقوموا بعمليه فتح جدار البطن وبالمنظار ونقعدوا نقصوا فيهم الالتصاقات هذيك بشويه بشويه. فهمت. هذيك تنقص في الاحتمال انه الانسداد الحاد في المسرانه يرجع. جست نرجع لحاجه قالت في الميكرو تروتوار وانت صلح لي خاطر ساعات راهم يقولوا حاجه مش صحيحه مي بون خاطر انت قلت لي ما نجموش نعملوا عمليه نتاع مسرانه زايده وحاجه اخرى. هو قال لا في معظم الحالات معناتها مثلا خاطر انا جاوني زاد المرضى تلقاني معناتها حتى الزملاء تلقى عمل عمليه مثلا على الالتهاب الحاد في الزايده الدوديه والمراره. معناتها في بعض الحالات تنجم تبدا مثلا ثم التهاب قديم في المراره دونك تنجم تعملها مزوز فرد وقت مي بصفه عامه ماذا بينا نتلهاو بالزايده الدوديه. الور اذا كان هو عنده ان بروبليم معناتها عنده مشكله في المخرج اللي هي باش تكون كانت باش تطلب عمليه في حاله استعجاليه ولا شبه استعجاليه كيما مثلا ريشه ولا كيما جرح في فتحه الشرج. ايه باه هو مسرانه زايده معناتها والفتحه الشرج بعاد على بعضهم دونك نجموا وقت نخموا ونعملوهم زوز مع بعضهم معناتها فهمت. مي معناتها كي نقولوا زوز ممكن هذوما هما الحالتين اما مش باش نعملوا استئصال كولون مع مسرانه زايده ولا باش نعملوا احنا استئصال طحال مع مسرانه زايده ولا عمليه تجميل مع مسرانه زايده ولا فتق مثلا في بعديك سي ا ديسكوتي او كاب حق. يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. وصلنا براتيكمون لاخر الميسيون نتاعنا. كان بحدنا الدكتور امين مقني استاذ في الجراحه العامه. يعطيك الصحه دكتور بارك الله فيك. ميرسي لشيماء في الاعداد. شكرا ميرسي عايشك. ميرسي الامين في الاخراج. ميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في. كانت معكم هجره الحناشي. باي باي في الامان.